تركيا دولة كبيرة ومهمة بالشرق الأوسط عموما والدول الجوار. اليوم تكامل ما بين العراق وتركيا، بالتأكيد طريق التنمية يبدأ من البصرة وينتهي بتركيا، وبالعكس يبدأ من تركيا وينتهي بالبصرة بالتبادل التجاري. وجود طريق التنمية ووجود سكك حديد وميناء الفاو مهم جدا. بالتأكيد هذا الوفد اللي 150 شخصية مهمة، قسم منهم برلمانيين أتراك وعلى رأسهم وزير التجارة التركي، هذا مدعاة لبدء هذا التكامل الاقتصادي العراقي التركي. خطوات المقبلة بعد، بالتأكيد مذكرات التفاهم اللي وقعت من الحكومة الاتحادية برعاية السيد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التركي ستنعكس إيجابا على هذا العمل.